عطني عطني يوبا جي بي اس. ماكو غير جي بي اس. شكو ماكو يا الاخو شكو منو بالدوانية منو زحمة يا اخي من ابراج الكويت للمسيلة. ودني فيلتش جي بي اس ماكو غيره. امي وابوي في الجزيرة يا جويرة. حطني بالك يوبا نبي بر يوبا كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس. ودني البحر يوبا ابي مويه يوبا يا يبقى واحد داقة بالخليج مشغل جي بي اس. ماكو غيره جي بي اس. اولا اولا مساكم الله بالخير. اليوم حلقتنا متميزة بالحياة الفطرية البيئية البحرية الجوية. ما شاء الله معاي المصور المحترف محمد الصالح. ابي مويا يوبا يا يوبا واحد داقة بالخليج مشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يوبا جي بي اس. ماكو غير جي بي اس. ما شاء الله هذا مكانك عاد انت الحين. نعم مساك الله بالخير والله يعطيكم العافيه جميع وشرفتونا ان شاء الله بالمقابله هذه. حبيبي بس انا ما شاء الله تبارك الرحمن متفاجئ من التصوير والكاميرات. محمد كلمني عن بداياتك. والله بداياتي انا بديت تقريبا في 2004 ما شاء الله كمصور هاوي وكانت يعني عدتي بسيطه وما كان عندي الاهتمام الكامل بالحياه البريه. علما ان انا قبل ادش مجال التصوير كنت اتابع الافلام ما شاء الله الناشونال جيوغرافيك والانيمال بلانت فكنت مهتم فيها. اي ما شاء الله يعني قاعد تشوف الكاميرا هذه تبارك إيه الرحمن بر. اي نعم ما شاء إيه نعم الله عليها. وبعدها حبيت اني ادش مجال التصوير والحمد لله تطورت فيه شوي شوي يعني خطوة بعد خطوة واحتكاكي مع شباب المصورين سواء كانوا بالكويت وبرا الكويت والحمد لله وصلنا مرحلة الحمد لله. ربي يوفقك إن شاء الله. الحمد لله. الله متى بدأت الاحتراف؟ احتراف التصوير؟ والله هي مو احتراف احتراف احنا في ناس فاهمة موضوع الاحتراف يعني بطريقة ثانية والاحتراف بشكل عام يعني مو بس بالتصوير. المحترف اللي يكون له مردود مادي هذا هو المحترف. احنا نعتبر هواة ما دام اننا مو ماخذينها شغله اساسيه لنا فانا نعتبر هواة. بس يعني كتصوير دشيت فيه فعليا تقريبا بال 2009 يعني حسيت اني قمت اطلع بنتائج يعني الهوايه قامت تثمر معاي واطلع النتائج ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. جي بي اس ماكو غيره. امي وابوي في الجزيره يا جويره. اخوي محمد يعني ما شاء الله عندك جو برو تصوير ليلي بحر البر مبين عليه او الدور والسوالف هذه. ابي تتكلم عن تخصص اكثر شيء عندك. شوف انا اول ما بلشت تصوير دشيته حبيت اني اتخصص مجال الماكرو وتصوير الحشرات الدقيقة ما شاء الله. عرفت شلون؟ مع أنه كان تخصص وايد صعب بس الحمد لله رب العالمين توفقت فيه. بس يوم شفت البيئة عندنا الكويتية يعني الحمد لله فيها مواضيع نقدر نصورها سواء حشرات وزواحف والشغلات هذه. بس أهم ما يميز البيئة الكويتية عندنا إحنا الطيور هني لطيور الطيور ما شاء الله بكميات هائلة وأعداد كبيرة خاصة موسم العبور والهجرة مناطق مختلفة موجودة في الكويت. أي. حبيت اني اغير التخصص يعني موجود هو الماكرو بس حبيت اني اتخصص بالطيور اكثر. الحين تخصصك صار بالطيور اكثر. بالطيور اكثر بالاضافة حق يعني اقرات مواسم بالصيف تحت الماي. اي ما شاء الله. اي الحمد لله خذيت لي الياسن غوص تحت الماي وخذيت لي همليسن سبيشاليتي تصوير تحت الماي. اي ما شاء الله. يعني انت بلشت اول شيء الحشرات بعدين دخلت على الزواحف. نعم. والطيور. نعم. وبعد هذا فصل الشتاء. الشتاء الربيع. ايه؟ هذا موسمها. في الصيف عموما بحر. بحر. مغاوص. نعم. دش. اي. ولياسن. الله يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. زين هذه الكاميرا شنو هالكاميرا؟ هذه. اي. هذه العدسة 500 ملي استخدمها والكاميرا عندي فول فريم. طبعا المصورين كل واحد على حسب طريقته في التصوير. في ناس تحب تصوير الفول فريم في ناس تحب الكروب. طبعا الكروب
يعطي شوية زيادة يعني هنا هذه 500 تعطيه مثل نبسطها زوم زيادة. زوم زيادة يعطيني زوم زيادة. أي نعم بس أنا ما أقطع ساعتك بالخير أفضل فول فريم البدي الريزولوشن والميجا بيكسل عالي. فلما نركب عليها 500 راح تعطيني 500 مثل ما هي. بس الريزولوشن اللي أبي أنا ككواليتي حق الصورة وايد قوي. بس أما إذا أنا بغيت يعني هنا العدسة اللي عندي 500. بس هاي ستاندر عندك 500 يعني لما ركبها على البادي الكاميرا تعطيني 500 حلو. بس لو احتجت انا مثلا زوم زياده عندي هذا تيليكونفرتر اركبه ما بين العدسه ومع البادي هذا 1.4 طبعا لما نقول 1.4 نضربها في 500 يعطيني 700 ملي يعطيني رينج شويه زياده بعيد مو هي عدسات الفيكس الناس عبالها انه من يركب عدسه زوم فيكس يبي يشوف كل شيء هي لا تعتمد على شغلتين تعتمد على حجم الموضوع اللي انا ابي اصوره ومسافتي والمسافه اللي بيني وبينه اها يعني مو شرط بعيد ولا قريب لا 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 هي تعطيني هي مدى الرؤيه مالها والفوكال لينث مالها 500 بس عاد الموضوع مالي يكون صغير او كبير او قريب مني او بعيد هذا اللي راح يطلع عندي يعني مثلا يعني الحشره الحشره هذه مو الحشره وايد صغيره يعني مثلا خلينا نبسطها على سالفه الطيور او عشان ابسطها حق المشاهد اللي يطلع عندي بالفريم هذا اللي انا راح اصوره هذا اللي انت تبيه ما تبي شنو اللي حواليه مو شرط ما ابي اللي حواليه شنو يطلع عندي انا اصوره وسبحان الله تكون توافيق بعض مرات مثلا نتكلم عن الطيور يكون قريب مني اقدر اصور مثلا كمسافه مثلا راح يطلع عندي كامل صحيح بس مثلا الطير كبير من العقبان اللي راح وقريب مني يمكن بس اطلع راسه يعتمد صح. على حجم الموضوع والمسافه اللي بيني وبينه حطني بالك يوبا نبي بر يوبا كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس ودن البحر يوبا ابي مويه يوبا يا يوبا واحد داقه بالخليج مشغل جي بي اس قول لي يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس زين اخوي محمد ما شاء الله قاعد اشوف كاميرا ليلية وكاميرا طيارة وكاميرا أكشن وكاميرا أنا والله ما أعرف أساميهم الصراحة أبي حادثة شيء صار لك تذكرة وعلى طول يكون وياك بمخك راسي بمخك هالحادثة هذه والله شوف مع كل نوع كاميرا عندي قصة معها يعني في شغلة يمكن نسيت أقول لك إياها أول كلامنا مع بعض شلون دشيت التصوير فعليا يعني. صح الله يسلمك أنا دوامي كان على البحر وأنا قاعد أتمشى على اليال كان أشوف شيء حية بحر حية بحر طلعتها برا ورحت ركبت بسرعة جبت الكاميرا فجيت صفيتها حطيت راس على الذيل طبعا بعصاية وضبتها وجبت الكاميرا وانسدحت على الأرض وخليتها على على قولتهم الأي ليفل كأني صار لي سبحان الله سنين إني أصور وخليت الصورة صورتها سبحان الله. فهذه الحادثه اللي بينت وياك اي هذه الحين كاميرا الاس ال ار طبعا مو بالتليفوتو كانت عدسه وايد انجل اللي عدسه العدسه الواسعه وسبحان الله صورتها ومن هذاك اليوم حسيت ان التصوير مشى خلاص بالدم ما شاء الله ومن هذاك اليوم قررت فعليا اني اللي قلت لك عنها ب 2004 اني استمر بالتصوير هذه الحادثه من 2004 اي واني حبيت التصوير وسبحان الله مع المرور يعني كنت منزل الصوره في موقعي وعن طريق السيرش على الكي والكلمات الداله دش علي دكتور من استراليا اسمه ديفن دلهي عجبته الصوره وكان يسوي موسوعه ثعابين حول العالم فكانت نقصته الصوره هذه في الخليج العربي يبي الحيه هذه فكلمني قال لي ابي الصوره هذه سبحان الله صارت من نصيبه وحطها في اللي هي الموسوعه ثعابين حول العالم سبحان الله وشارتها الثعبان سبحان الله وتوفقت فيها لا اله الا الله عندنا الاكشن كاميرا في مواضيع وايده بس من ابرزها يعني انا استخدمها حق توثيق الرحلات ثاني شيء وقت موسم تفريخ للطيور استخدمها ليش لطيور. تفريخ للطيور يعني احطها يم العش فالطير ما يعني لما بقرب اصور بعدتي وكاميرا العوده راح يتاذى ولا راح يقرب المفروخه واحتمال يهجرهم مره واحده فاحطها يم العش واخر عنها وخليها تصور فيديو بحيث اني اضبط زاويتي سبحان ساعة الله ساعتين يوم يومين لا لا تقريبا الرينج ساعتين لساعتين ونص لحد الممري على يعني حسب الكواليتي مال الفيديو فمن المشاهد سبحان الله اللي جذبتني كنت قاعد اصور واحد من العشوش ان الطير يطب ولفت انتباهي ان لما يوكل الفروخه الثلاثه صايد اكثر من دود اكثر من حشره يعني هذه انا مستغربت منها بعدين لما بحثت عنها بين انه يصيد ويجمع مكان واحد لانه يروح اماكن وايد يدور على الاكل ف
فيجمعهم مكان واحد بعدين ياخذهم من قاره ويوكلهم واحد واحد واحد. سبحان الله. مثلا عندنا الحين هذه التراب كاميرا، هذه تصور على الحركه، تعطي زاويه تقريبا 270 في مجال 20 متر فيها الرينج هذا، اي شيء يدش تصوره سواء كان ليل او نهار، حتى لو كان ليل خرمس شف ايدك ما اشوفه يبين اللي هي هذه. اللي هي هذه طبعا بالليل لانه ما في اضاءه، هي تشتغل على الانفراريد مثل اشعه الانفراريد، تروح وتعكس نفس طريقه التصوير مهي. تروح الاضاءه وترد عندنا على السنسر عشان تاخذ الصوره او الفيديو. هذه نفس الطريقه بس الاشعه انها ما تكون مرئيه، فبالليل تطلع لونها ابيض بياض. بياض هذه البيضه، هذا ايه ابيض واسود، يطلع الموضوع ايه ابيض واسود. يعني واحده من اهم الفيديوهات اللي صورتها كنا طالعين في السعوديه في كشتات بالموسم، صورت اللي يقولوا له القط البري، وهذا يعتبر من النوادر الحين والحمد لله توفقت فيه. ما شاء الله كل كاميرا لها قصه. اي نعم الحمد لله. يعني واحده من الشغلات اللي كنت انا متمنيها القط البري والحمد لله صورته، لو نتكلم عن الدرون يعني المصورين يستخدمونها عشان نوصل حق المكان اللي صعب اللي نوصل له، يعني سواء كان بحر حق الطيور البحريه او زاويه انا بصور من فوق لتحت. صحيح نستخدم الدرون، صورته حق الطيور اللوه موسم عبورهم موجودين في الكويت مع الخلفيه مالتهم مدينه الكويت وبرج التحرير. ما شاء الله بخطوه بطيئه كذي. ما شاء الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك صالح، مشكور وما قصر، شرفنا. حياك الله، جزاك الله خير، اعطيتنا معلومات حلوه عن الكاميرات هذه والاحترافيه شلون صايره. الله يسلمك. مشكور كبير. مشكور وما قصر. مشكورين مشاهدينا والله يعطيكم العافيه، تابعونا ان شاء الله في الحلقات القادمه، اشوفكم على خير في امان الله. شكو ماكو يا الاخو، شكو منو بالديوانيه، منو زحمه يا اخي من ابراج الكويت للمسيله. ودني فيلك جي بي اس ماكو غيره، امي وابوي في الجزيره يا جويره. حطني بالك يبا نبي بر يبا، كشته سريعه بالمطلع وشغل جي بي اس. ودني البحر يبا ابي مويه يبا، يا يبقى واحد داقة بالخليج مشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس، عطني 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 يبقى جي بي اس.